هذا الشيء. شايفين احلاها اللازانيا والبشاميل وال... خطيره خطيره يا عيني خطيره. 50 جرام من الزبده بدنا ننزلهم على النار وبدنا نرفع الحراره شوي ونحرك يا ست روان. طبعا عيار البشاميل ثابت وحتى ما تغلطوا فيه وتكون دائما معاكم 100% اعتمدوا هذا العيار. تاخذوا لكل معلقه دهن كل معلقه دهن يعني زبده او سمنه، في ناس بحبوا يستخدموا او يخلطوا زبده وسمنه، كل معلقه دهن بتاخذ معلقه طحين بتاخذ كوب سائل. حلو تمام. معلقه بمعلقه بكوب كوب. فانا هون حاطه 4 معالق زبده، 4 معالق طحين، 4 كوب سائل، ولكن السائل انا في البشاميل اللي بعمله بحب اخلط معه كريمه. أوكي. ما بحطه حليب لحاله، وهذا طبعا حسب ما انتم بتحبوا، حابين تعملوه بس حليب اكيد بصير طبعا، ولكن انا عم بعطيكم الطريقه الاطيب صراحه. هلا رح انزل 4 معالق من الطحين، وانا ما بخليهم كثير مليانين. هلا الزبده مع الطحين، هاي الماده اللي عندنا اياها زبده مع الطحين مع بعض اسمها رو. رو هلا الرو انت قد ايه بتحمصي فيها الطحين بتحولي فيها صلصات، احنا رح نخليه على بياض عشان يكون عندنا بشاميل. بس انت فيك تحمصيه بزياده لما بدك تستخدميه للجريفي صوص او غيره من الصلصات. إذا تمام اسمه رو. هلا شايفه روان بس اول ما يبلش يتجانس معي هيك ويغلي بننزل الحليب اللي عندنا. رح احط اذا زي ما اتفقنا 3 كوب سائل اللي هو الحليب، والكوب الرابع حيكون عندي كريمه الكريمه، والحليب بحراره الغرفه او من الثلاجه، ما تغلوا الحليب. أوكي. تمام لازم تكون درجة حرارة الحليب عكس الزبدة. هون الزبدة عندنا سخنة أو بالعكس طبعاً، إذا كنت مبردة الخليط وحطيت الحليب سخن هداك إشي تاني. أوكي. تمام؟ فهلأ عندنا حطينا كوبين صح؟ كوبين. هلأ هي الثالث والرابع بده يكون الكريمة. بالضبط، والرابع رح يكون هو عبارة عن الكريمة. أوكي. كريمة المراعي الحلو فيها فيها كذا حجم، يعني بتقدر تاخذ الحجم الصغير. فرجيهم الصغير رواني اللي بالثلاجة، في واحد أصغر. هلا رح احط الكوب الرابع من السائل اللي هو الكريمه. التوابل في ناس بحبوا يضيفوا فلفل اسود حتى ما يغيروا لون البشاميل، لا انا بحب الفلفل الاسود احسن. سوري في ناس بتضيف الابيض. انا بحب الفلفل الاسود، بحب نكهته وبحب لونه. أيوه. وبحب حتى شكله صراحه، حتى شكله بالبشاميل حلو. ما عندي مشكله. يلا يعني ملح اسود، هي اسود وزهري، ما بدي اكثر ملح لسبب. اسود وزهري ملح زهري. مرقه الدجاج الفوريه كثير بتعطي نكهه في البشاميل. ونقطة جوزة الطيب اختياري، نقطة عشان نكون متفقين، اللي مش حابب ما يحطها. هلا بدنا نضلنا نحرك فيهم يا رورو ليوصل لمرحلة الغليان. يا سلام عليك حبايبي. انا هون بس حطيت شوية زيت زيتون مع شوية زبدة ورح انزل عليهم البصلة، وانت اقرأي التعليق. يلا نزلي البصلة. هي عندي البصل والثوم، والصراحة كثير كثير زاكي معها الكراس او الليكس. اوكي طبعا موجود، فارمته انا ناعم حتى يتجانس معاها، ورح اقلبهم مع بعض وارش عليهم بس يا علينا رشة ملح. خلينا نجيب وحدة اكبر، رح ارش عليهم بس رشة ملح، وبحب برضه احط الفلفل الاسود بهاي المرحلة. رح احط هلا الفطر مع انه طري يعني بياخذش وقت كثير، بس لاني انا بدي اياه يتنكه مع البصل والثوم والملح والفلفل. صار ريحه حلوه كثير، شايفه ليكس، هاي ليكس شامه، هاي ريحه فعلا بيطلع ريحه حلوه. ورح انزل صراحه البروكلي، لانه البروكلي بدي اياه يدبل، هو من اكثر الخضار اللي بدي اياها تدبل مع الفطر، فرح انزلها طبعا ونقلبهم مع بعضيهم. رح انزل الكوسه. رح نحط شويه اعشاب ايطاليه كثير بتعطي نكهة طيبة. خلينا نحط شوية أعشاب إيطالية يعني زعتر، أوريجانو، ريحان، إيش ما أنتوا عندكم. ورح نرجع نعدل الملح والفلفل بالمعقول، بس أنا دائما بحب هيك كل مرحلة تتبل طبعا، تحسي كل إشي تتبل، خصوصا إنه هلا بدنا ننزل السبانخ. هلا شوفي قد إيه رح يكش. يلا تمام، فأنت رح تحسيهم كتار، ولكن هلا رح يتضاءل حجم السبانخ معنا ويصير معقول. هلا هون شو عملتي؟ انا دهنته زبده. حلو، لا صلصه ولا شيء، انا بحب ادهنه زبده، بحس انها بيطلع قوامها احلى، بتتحمص هيك نقطه من تحت، بيطلع زي ما انا بدي. حلو، فانا حطيت اذا اول طبقه كانت الزبده. بس انا الطبقه الاولى بحب تكون ثابته يعني فيها منيح، بعدين ممكن احط اقل يعني ما احط هاي مثلا في الطبقه الثانيه.
حط طبقه خضار وعبوها، لانه هي لا فيها شيء، يعني لا فيها لحمه ولا فيها صلصات ثانيه ولا فيها اي شيء. فبدنا تكون خفيفه لطيفه والله، بدنا تكون الطبقه نوعا ما غنيه عشان انت ما تاكلي بس عجين. ايوه عرفتي، فبدك يكون كمان الخضره كميتها منيحه. اكيد طبقه بشاميل. وخلينا نفرجيهم كمان مره روان كيف القوام. شايفين القوام بالزبط. اللي هي زي ما حكينا شوي سائل عشان تقدر طبقات اللازانيا تستوي. أيوة. معانا، بس انا قصدي ما بحط طبقات جبنه بينهم. خلص يا سلام. بما انه السيد مهند اعطاني 30 ثانيه يعني شكرا له، فشكرا له. أبدأ. انا رح اتابع بالفاصل اعمل طبقه ثانيه من العجين واحنا ومن فاصل. الخضار ومن البشاميل واستناكم نحط الجبنه بعد الفاصل. شكلها قويه بتمرق وقت. هلا رح نحط اخر طبقه من اللازانيا. يا سلام، اكبسوها هيك شوي باليد. خلص هاي الطبقه خلص. هلا ايش بحط فوقها اخر شيء؟ خضار تخيل. خضار وبشاميل. انا برجع بحط خضار بقول لانه عشان يستوي كمان. انا بحب الخضار تكون يعني مبينه، حتى لما بعملها لازانيا اللحمه البولونيز الطبقه الاخيره عندي لحمه. والله زاكي بعدين بشاميل. شوف اللازانيا في ناس بحطوا لا شيتس بالاخر، يعني بحطوا نفس اللازانيا. لا هيك بتخيل اسكى، هيك اسكى. احلى هالمنظر البشاميل. يا سلام. هلا بدنا نسقيها مزبوط ونغطيها. هلا رح احط انا بحب احط هاي الاصناف بس انتم حرين. عندنا الاشقوان برضه من المراعي، وهاي كمان والموتزاريلا من المراعي. بحب اشقوان المراعي وحطوا منيح لانه برضه الجبنه هي بتعطي تسويه جيده للازانيا. يا سلام. يلا هلا رح ندخلها على فرن حرارته تقريبا 200 لمده 20 ل 25 دقيقه. ما تنسوا انه هذا الحجم اللي معي انا مش بايركس كبير. بدي افرجيكم اني انا هلا لو بضغط على اللازانيا شيتس بلشوا يطروا معي، بدها تستوي، فلا تخافوا ابدا انها ما رح تستوي.